اذا بنطلع احنا قلنا انه اس شو بتساوي كومبلكس فريكوانسي لما يكون عندي كومبلكس كونجكت بير ايش اس دائما بتساوي سيجما بلس جي اوميجا مضبوط ولما يكون عندي كومبلكس كونجكت بير راح يكون عندي سيجما بلس وسيجما ماينس زد بتساوي اي تو دي اس تي وتساوي اي عندي هون سيجما بلس جي اوميجا تي. هلا بدنا نلاحظ اذا عندي شيء هون مرفوع للاسفل هذول الاثنين في بعض فهذه بتساوي اي سيجما تي اي جي اوميجا تي. هلا هذا اي تو ذا جي اوميجا تي دائما قديش بكون الماجنتيود تبعه؟ واحد لانه بتحول لكوساين بلس جي ساين. هلا احنا بنعرف انه سيجما بتساوي زيتا اوميجا ان، متذكرين ليش؟ نرسمها هون. إذا أخذنا الكومبلكس كونجيكت بير 1 2 3 1 2 3 هذا الطول ايش دائما؟ زيتا اوميجا هذا هو سيجما اللي هو زيتا اوميجا ان وبالحالة هاي شو راح يكون دائما؟ نيجاتيف وعندي هذا الطول ايش دائما؟ اوميجا ان مش هيك؟ وهذا الارتفاع من هون اوميجا اوميجا دي وبالحالة هاي راح يكون اوميجا وطبعا هذه هون قلنا الزاوية بيتا. هلا إذا أنا عندي هون وإذا طلعنا إذا أنتم بتتذكروا لما يكون عندي الريسبونس أندر ذات إذا متذكرين لما بدخل ستيب فانكشن على السيستم بشوف ريسبونس زي هيك مظبوط؟ هذا الريسبونس إيش؟ إذا أنا بدخل ستيب فانكشن على أندر ذات سيستم بكون الريسبونس زي هيك مظبوط؟ فهذا السيستم لازم يكون إيش؟ اوفر دامب ولا اندر دامب؟ اندر دامب لانه في عندي هون اوفر شوت. هلا اذا طلعنا هذا السيستم، هذا السيستم انا بقدر ارسم له انفلوب من هون. ايش هذا الانفلوب التايم كونستنت تبعه او شو معادلته؟ اي تو ذا ماينس اي تو ذا ماينس زيتا اوميجا ان تي. ففي ديكي هون التايم كونستنت تبع هذا واحد على زيتا اوميجا ان. طيب والفريكونسي تبعت هاي السيجنال هون الفريكونسي لو اخذتها من هون ايش هي؟ اوميجا دي اوميجا دي لانه هذا راح يكون الفريكونسي هون اوميجا دي. اذا انا اذا طلعت على هذا السيستم راح الاقي انه الفريكونسي تبعته هون دائما هي اوميجا دي والديكي تبعه هون التايم كونستنت تبعه زيتا اوميجا ان اوف تي. اذا بنرجع لهذه نطلع عليها من هون كاني هون عمالي بقول انه زد بتساوي e to the minus zeta omega n t في e to the plus minus j omega d وهاي بقدر اعبر عنها انها بتساوي r plus minus theta. ال r كاني هون عم بحولها لبولر كوردينتس مظبوط؟ هلا اذا طلعنا على البولر كوردينتس وقارنا هذا الشكل بهذا الشكل هذا دائما واحد. ليش واحد؟ متذكرين ليش واحد؟ إذا أنا باخذ كوساين ثيتا بلس جي ساين ثيتا دائما هذا قديش طوله؟ واحد لأنه دائما طول عبارة عن كوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا. إذا هذا الماجنتيود تبعه واحد، إذا هذا هو اللي بيعطيني الماجنتيود. إذا آر شو بتساوي؟ هذا اللي هو الماجنتيود، كل ما كبر هذا وأصغر، هذا ممكن يكون أكبر من واحد أو أصغر من واحد، بس إذا كانه نيجاتيف في الحالة هاي رح يكون أصغر من واحد، فالسيستم ستيبل، فآر بتساوي إي تو ذا ماينس زيتا اوميجا ان كابيتال تي وكابيتال تي طبعا بالحاله هاي هي ايش؟ سامبل وبعدين ثيتا كمان ايش بتساوي؟ بتساوي اوميجا دي تي لانها كانها جي ثيتا مظبوط؟ فاذا عندي هون ثيتا بتساوي بلس ماينس اوميجا دي تي او كانها بلس. هذول مهمين المعادلتين لانه بدي اشوف الان تي بدي اطلع إذا أنا عارف زيتا احنا المرة الماضية متذكرين لما دخلنا على الشارت شو اللي كنا عارفينه؟ عارفين قيمته زيتا أنا عارف زيتا إذا أنا عارف زيتا قدرنا من الشارت شو نطلع؟ زيتا وأوميجا نفس الشيء هون أنا هون عارف زيتا عارف قيمة زيتا منها بدي أطلع زيتا وأوميجا إذا بدنا نشتغل على المعادلات هدول بحيث ما أقدر أطلع من قيمة زيتا طبعا بدي أحول زيتا لأي شكل الآن هذا ايش بنسميه الشكل؟ بولر بولر لما دخلنا احنا على الشارت كيف دخلنا زيتا؟ باي كوردينتس؟ زد ريكتانجل مش حطينا اكس وواي لما تدخل على الشارت
كنا ندخل هون نحط هذا الجزء وهذا الجزء مضبوط وبعدين نعمل البلوتنج للنقطة. لكن هون راح ندخل بالبولر كود. طبعا انا كان بامكاني احوله للبولر وادخل هون على البولر، مش هيك؟ لو انا عندي اياها بولر كيف بدي اعمل؟ اجيب طول ار وايش بعمل بار؟ وجرب ارسم شيء زي هيك مضبوط؟ هذا الطول، بعدين الزاوية برسمها زي هيك، محل ما بتقاطع التنين بتكون هذا. يعني تقدر ترسم بولر بتقدر ترسم ريكتانجل. انا عندي الان انا هذا حولته لبولر، من بولر بدي اطلع هذول التنين. اذا بدنا نشتغل على المعادلات اللي بتطلع لي هذول، بدي اطلع الان فروم زد بدي اطلع قيمة زيتا وقيمة اوميجا. اذا طلعتهم الحل عندي وبقدر اطلع ايش الاوفر شوت وكل الاشياء الثانية. ناخذ المعادلة الأولى، نسمي هذه واحد وسمي هذه اثنين. إذا فروم 1 ايش ممكن اعمل بهاي المعادلة حتى اتخلص من اي؟ لين اشكرك يا بسيسو. هاي من هون هذه عندي لين، شو بتساوي؟ ماينس زيتا اوميجا ان تي. هاي راح نسميها ثلاثة. وبعدين بدي اطلع المعادلة هاي اوميجا دي شو بتساوي؟ ايش العلاقة دائما كانت بين اوميجا دي واوميجا ان وزيتا؟ اوميجا المثلث هذا مش هيك؟ ايش هذا المثلث بقول؟ اوميجا ان سكوير بتساوي زيتا سكوير اوميجا ان سكوير بلس اوميجا دي سكوير، مش هيك؟ واذا عالجناه هذا المثلث تتذكروا عندي اوميجا دي بتساوي اوميجا ان برايم ماينس زيتا سكوير. اذا خلينا نطلع هاي المعادله، اذا ثيتا شو بتساوي؟ محل اوميجا دي بحط اوميجا ان 1 ماينس زيتا سكوير. وفي عندي كمان تي مش هيك؟ إذا بديش نطلع هلا على المعادلة هاي اللي موجودة هون، أوميجا إن تي شو بتساوي هون من هاي؟ أوميجا إن تي بقسم الطرفين على سكوير روت واحد ماينس زيتا سكوير تساوي ثيتا على سكوير روت واحد ماينس زيتا سكوير، وهي سميها خمسة. هلا سبستيتيوت 5 سبستيتيوتينج 5 إن 3 ايش بعطيني اذا اخذت الان هاي وعوضتها هون محل اوميجا ان تي شو بعوض؟ ثيتا اللي هي هاي موجوده هون، فبصير عندي لين ار ماينس زيتا او ماينس لين ار بيساوي زيتا موجود عندي اصلا رح تصير زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير في ثيتا وبنزل ثيتا. هاي سميها 6. هلا الان هاي المعادله ايش فيها؟ فيها زيتا وفيها ار وفيها ثيتا. احنا ايش الاشياء اللي بنعرفها؟ زيتا مش زيتا، لا ما نعرف زيتا اه زد نعرف ار وزيتا انت قلت زد وزد اللي هي بقدر اطلع منها ار وزيتا لانه زد تذكر انها كومبلكس زد مش شرط انها تكون ريل ممكن حاله خاصه منها ريل وزد لانها كومبلكس بتعطيني ار وزيتا اذا زيتا بقدر اطلعها من هاي المعادله مش هيك؟ بس هيك شكلها مش مناسب شو بدي اعمل فيها؟ بدي اخلي زد على زيتا على جهه واحده ربع الطرفين بصير عندي لين ار سكوير على ثيتا سكوير بتساوي زيتا سكوير على 1 ماينس زيتا سكوير مضبوط؟ بعدين نضرب ضرب تبادلي بصير عندي ثيتا سكوير زيتا سكوير بتساوي لين ار سكوير ماينس لين ار سكوير في زيتا سكوير بنقل اللي فيهم زيتا سكوير على الجهه الثانيه وبطلع زيتا سكوير مره شو بطلع عندي جوا ثيتا سكوير بس لين ار سكوير تساوي لين ار سكوير اذا زيتا سكوير بتساوي لين ار سكوير على سكوير روت اوف ثيتا سكوير زائد لين ار سكوير اذا زيتا بتساوي لين ار على ثيتا سكوير زائد لين ار سكوير هو الصحيح في حلين هون اي لحظه باخذ انا الجذر التربيعي شو الحلين اللي عندي؟ ايش جذر جذر التسعه قديش؟ بلس ماينس 3 مش هيك؟ هلا في مضبوط؟ مش ناقص 3 اذا ربعته شو بتعطيني؟ 9 اذا هون انا فعليا لو بدي اكون دقيق هي بلس ماينس هلا زيتا دائما بوزيتيف مش هيك؟ عمرها زيتا ما بتكون نيجاتيف اذا ار اصغر من 1 شو راح يكون لين رقم اصغر من 1؟ لو باخذ انا اللوغاريتم اي رقم اصغر من 1 شو بيطلع معي؟ سالب مش هيك؟ ما دام انا عارف انه هذا السيستم انا مفترض انه ستيبل باخذ النيجاتيف جذر النيجاتيف واضح ليش؟ هلا هو لو كان السيستم انستيبل وار اكبر من 1 بتاخذ جذر البوزيتيف، المهم انه زيتا تطلع بوزيتيف معي. اذا هاي اول نتيجه، هاي شو بتسمح لي النتيجه اني اعمل اطلع زيتا من قيم ار وثيتا بدون ما ادخل على الشرط. ما احتاج ادخل على الشرط. اذا انا عارف ار وثيتا وار وثيتا وين بجيبهم؟
قيمة زد، قيمة زد من وين بجيبها؟ من الترانسفير فانكشن. من البلس ترانسفير فانكشن، من المقام ولا من البسط؟ المقام. المقام بطلع جذور المقام، بطلع كاركترستيك ايكويشن بساوي المقام في زيرو، بطلع قيم زد زد، بحول زد لريكتانجلر الى بولر اذا كانت ريكتانجلر، اعطاني ار ثيتا، بعوض ار ثيتا في المعادله هاي طلعت معي زيتا لهذا السيستم، وهذا بتحتاجوه في البروجكت اللي تشتغلون معكم في البروجكت. شو اللي عندي بدي اطلع الان؟ لا لسه ما خلصنا، كفيش زيتا حتى اطلع شو بدي. اوميجا ان، من وين بطلع اوميجا ان؟ هاي اسهل شيء مش هيك؟ تي معروفه طبعا مش هيك؟ ليش لازم تكون تي معروفه؟ صار عارف صار في زيتا معروفه صارت هيك. اذا بقدر اعوض محل زيتا قيمتها ار معروفه بيطلع معي اوميجا ان. اذا اوميجا ان شو بتساوي؟ من ثلاثه بتساوي لن ار ماينس على تي زيتا على زيتا ويساوي اللي هي ماينس لن ار وزيتا عندي الماينس بشطب مع الماينس من هون وعندي لن ار تحت بيطلع هذا الجذر بيطلع فوق بصير ثيتا سكوير زائد لن ار سكوير ايش طلع عندي؟ واحد على تي هذا بشطب مع هذا فبصير عندي اوميجا ان بتساوي واحد على تي في ثيتا سكوير زائد لن ار سكوير وهيك صار بامكاني اطلع زيتا واوميجا ان. هل هذا كافي الان؟ نعم خلص من زيتا واوميجا ان شو بقدر اطلع؟ بقدر اطلع الرايز تايم والفيرست تايم تو بيك والاوفر شوت والسكند تايم كل الاشياء.